الصلاة والسلام في لحظاته الأخيرة وهو بتلك الحالة، عنده مناجاة في لحظاته الأخيرة قبل أن ترتكب تلك الجريمة الكبرى، بلحظات في تلك اللحظات يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: يا إلهي رضا بقضائك، يا ربي لا إله سواك، يا غياث المستغيثين. الإمام عليه الصلاة والسلام في تلك اللحظات يقول يا غياث المستغيثين، يستغيث في أي قضية؟ لحظاته الأخيرة، الضعف قد غلب على الإمام عليه الصلاة والسلام. الإمام يستغيث بالله عز وجل في أن لا يقتل. الإمام هو أقدم، هو جاء للميدان، هو خرج من المدينة ليستشهد. الإمام خائف من الاستشهاد؟ هذا ابن أمير المؤمنين الذي قال: فزت ورب الكعبة. ثم الإمام عليه الصلاة والسلام في تلك الحالة وهو ينزف، واضح اللحظات الأخيرة من حياة الإمام، الإمام يقول يا غياث المستغيثين، يطلب من الله عز وجل أن يغيثه ليرجع إلى الدنيا. وهو يعلم أنه هذه اللحظات الأخيرة، لعل استغاثة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تلك اللحظات كانت لعائلته. هذه المصيبة الكبرى على قلب الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، لعل استغاثته كانت لأسر السيدة زينب سلام الله عليها. لعل استغاثة الإمام عليه الصلاة والسلام كانت لكي يتمكن الإمام أن يصبر على هذه المصيبة، ألا يغير هذا التقدير. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في أي لحظة كان يتمكن أن يغير التقدير: كل الخلق بيده،